النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. استكملت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الدفعة الثانية من المصانع المستهدفة لعام 2024، وعددها 50 مصنعا، ضمن مبادرة المصانع الذكية التي أطلقها سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة. وفي هذا الشأن أكد السيد خالد سلمان القاسمي مدير إدارة التنمية الصناعية أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى تقييم وقياس جاهزية المصانع في مملكة البحرين عبر قياس أتمتة المصانع والنضج الرقمي باستخدام مؤشر سيري العالمي. وقد لاقت المبادرة استحسان وتعاون من إدارة المصانع، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة القطاع الصناعي واستدامته وتعزيز تنافسيته محليا وإقليميا ودوليا. هذا وتأتي المبادرة تماشيا مع ركائز استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026. أعلن مركز ابتكر للبحرين، وهو مركز للابتكار يقوده المجلس الأعلى للمرأة ويديره خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة بنفيت، تهدف الشراكة إلى دعم مبادرات الابتكار في الشركات الناشئة والشباب والمهنيين في المملكة. ومن المقرر أن يفتتح ابتكر للبحرين في مجمع ريادات ليكون مركزا للابتكار يدعم التعاون المستدام والتقدم التكنولوجي. ومن خلال هذا التعاون ستدعم شركة بنفيت ابتكر للبحرين لإنشاء مركز مجتمعي يقدم برامج تطوير مهني ومبادرة تطوير الأفكار الريادية ودورات قصيرة وورش عمل، بالإضافة إلى مبادرات إعلامية مختلفة. والآن نتابع معكم أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام والدعم الدولي. وتشير فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من التوترات الجيوسياسية. سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعا بأكثر من 90% منذ نوفمبر الماضي بحسب بيانات ديوان الزيت في تونس، ووصلت العائدات إلى 1,100,000,000 دولار أمريكي في الفترة بين الأول من نوفمبر لعام 2023 إلى 30 من إبريل الماضي. وتتوقع وزارة الزراعة التونسية أن تتخطى صادرات زيت الزيتون في كامل 2024 عتبة 300,000 طن مع زيادة في الإنتاج وفي الطلب العالمي. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.